وحقيقة يعني رجل كان يحب الغناء، فنصحته كثيرا وأعطيه الأشرطة النافعة وأمسح له شرائط الغناء وبدلها بشرائط نافعة. ثم بعد ذلك عاد الغناء مرة ثانية فيسب ويلعنني، وأنا أنصحه بعض المرات فيقول أنتم حرام. أقول أبشر بالخير حيث أصابك في الدعوة إلى الله، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله وأوذي في الله عز وجل كان وصبر كان له نصيب من أجر الدعاة، كان له نصيب من أجر الدعاة، وكان متأسيا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. فأنت اصبر على كلامه، وإذا لعنك وأنت إن شاء الله لست أهل اللعنة فإن اللعنة تعود عليه، وإذا سبك فإن ذلك حسنات يهبها لك من حسناته، فاصبر واحتسب واسأل الله له الهداية وكرر دعوته هو وغيره، واصبر على ما أصابك. ألم تسمع لقمان، ألم تسمع أن لقمان قال لابنه: يا بني إيش اقرأ واصبر على ما أصابك. فلا بد للإنسان الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من أذى، فعليه الصبر والاحتساب، وسيد الله له أجر الأمر أو النهي وأجر الصبر على الأذى. نعم.